للدراسة، ونبدأ طبعا أول شيء عندنا هو الدفتر، دفتر 3D عليه ثقلب. يلا نروح الدفتر اللي بعده، هذا هو الدفتر اللي بعده، مو 3D بس شكله حلو للرياضيات من هذا العنوان هنا. أيوة دفتر. هذه تجميل الألوان، الألوان حيران في قصوة خلافي غريب أنا أقول ما أفتح لغلطي. المهم يلا نروح للكراسة، وهذه هي الكراسة مرة حلوة أحساسها. هذه فيها 25 صفحة. يلا نروح للشيء اللي بعده اللي هي الألوان. هذه هي الألوان اللي هي الخروف، هذا ورقة الخروف من الكلب ما أدري فيها زي الدراية من فوق. حلوة الفكرة. الشيء اللي بعده اللي هي القلامة يا أصدقائي، هذه هي القلامة مكتوب هلو بالإنجليزي، هنا في علامة زي علامة مليان، في زي نظارات لابس عندك هذا المجتمع، وهذا ولد يكون شكله. يلا نروح للشيء اللي بعده. مسطرة شوف حلوة، فيها أرقام كثيرة ما شاء الله، من زي بعض المسطرات تجي فيها أرقام قليل، هي دي الأشكال عشان ما تشوف، ما أدري إيش صاير في الدفتر، هي مقفل ما أدري إيش صاير. اليوم نروح للشيء اللي بعده اللي هي الألوان والأقلام. طبعا هذا هو أول قلم، قلم رصاص. في مساحة بعض النوع ما في جزء مساحة، أنا أحب اللي هي جزء مساحة. هذا قلم أزرق في مساحة من فوق ومن تحت. ما تقدر تقول لي يلا نروح للشيء اللي بعده اللي هي المساحة. أنصح نجيب البير آية هذه الراية. في براية ثانية الاثنين كبير، ها أخيرا لقيت هذه زي فيها اثنين الكبير والصغير. الشيء اللي بعده اللي هي مساحة، هاي مساحة طبعا أصلية مثل كتروكو، وهذه تقليد. يلا مساحة مساحتين عليهم أشكال، مساحة عليهم شكل نجمة، مساحة عليهم شكل أي موجة دائري، وهذه مساحة أخيرة. ما أدري إيش حصلت مساحات. هذه مساحة بنتي ما بسيطة. وبس يا أصدقائي مع السلامة. هذه الأشياء مع السلامة.